الله. شوف شوف تعال محمد تراه قاعد ياكل. وش ياكل؟ قاعد ياكل العشبة. يا محمد يا سخيف بعد محمد. بعدي. محمد بعد. بعد خله ياكل. لا ما بنزله. مبروك الشهر. بخليه ياكل. مبروك الشهر يا اخوان. شوف سبحان الله محمد محمد يعني ليش كذا مثل البزر اللي ما حد يقول له شيء؟ انا عادي اضربه. بعد اي طبعا. لا 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 ليش تضربين؟ بس كذا اضرب يا اخوك بعدين عني. بزر محمد خلنا صوره سخيف. شوف سبحان الله شايفين كيف ياكل؟ سبحان الله شايفين فكه وانيابه قاعد ياكل زرعه. هذه الزرعه اللي قاعد ياكلها. طبعا في قائمه فيديوهات في قوائم الفيديوهات في قناتي اسمها خنفساء صحراء ناميب، اتمنى منكم انكم تشوفونها. وفي صناديق الوصف حق ذيك الفيديوهات فيها ابحاث عن هذه الخنفسانة. مثل ما انتم شايفين قاعدة تعيش في اكثر البيئات جفافا وحرارة، فكيف تشرب موية؟ كيف تشرب موية؟ هذه هي المعجزة، هذا هو الشيء الذي اذهل العلماء. كيف هذا الكائن الصغير يستخلص الموية في اكثر البيئات جفافا في الارض؟ طبعا شايفين كيف ماسكة بمخالبها، ماسكة العشبة وبأنيابها قاعدة تاكلها. والقرون الاستشعار يحس فيها بالبيئة اللي حوله، الأنياب يمضغ فيها، وشايفين المخالب يمسك فيها، بالإضافة المخالب حقت رجوله. هذه أنا ما راح أخذه أو أشيله لأنه قاعد يأكل. أنتم شايفين كيف ماسكها؟ سبحان الله أمم أمثالكم. بالعافية يا كتكوت يا حلو يا صغنطوط. يلا في أمان الله.